عشان تقدر تاخد أعلى معدل استفادة من الرش الورقي على النباتات، سواء كنت بتستخدم الرش الورقي ده لإضافة المغذيات والعناصر الغذائية زي العناصر الصغرى أو العناصر الكبرى، أو بتستخدمه على سبيل المكافحة للوقاية والعلاج من الآفات والحشرات والإصابات الحشرية. عندنا 7 أسباب و7 عوامل حضرتك لازم تتجنبهم عشان تقدر تاخد أقصى استفادة من الرش الورقي. السلام عليكم، أنا محمد هنداوي ودي قناة زيتونة زراعية. أول عامل معانا لازم حضرتك تاخد بالك منه كويس جدا أثناء استخدام الرش الورقي على النباتات، هو إن لازم النباتات بتاعتك ما تكونش في حالة عطش. ما ينفعش ترش النباتات وهي عطشانة، لازم النباتات تكون مروية أو على الأقل يكون في نسبة رطوبة مناسبة في التربة، وده بيسهل على النباتات امتصاص محلول الرش الموجود على الأوراق. وتاني عامل معانا هو ارتفاع درجات الحرارة. ما ينفعش حضرتك ترش النباتات أو الأشجار أثناء ارتفاع درجات الحرارة واللي بتزيد عن 25 درجة مئوية، أو على الأقل لا تتخطى 30 درجة مئوية. ولو حضرتك بترش وارتفعت درجة الحرارة معاك، مثلا لو انت بدأت في الصباح وبدأت درجة الحرارة ترتفع، يبقى حضرتك لازم تتوقف عند وصول درجة الحرارة من 25 ل 30 درجة مئوية، لأن في الوقت ده النبات بيضطر ان هو يقفل الثغور النباتية اللي بيمتص من خلالها محلول الرش. رابع عامل معانا ان حضرتك ما ينفعش ترش النباتات أثناء هبوب الرياح. أولا الرياح بتعمل على تطاير الرذاذ أثناء عملية الرش، والنقطة الثانية والأهم إن برضو الرياح بتعمل على سرعة جفاف محلول الرش الموجود على الأوراق، فبالتالي هتقل الاستفادة من خلال امتصاص النبات للمحلول الموجود ده أثناء هبوب الرياح. وخامس عامل معانا هو وجود الشبورة المائية. ما ينفعش حضرتك ترش النبات أثناء وجود الشبورة المائية. الشبورة المائية هي عبارة عن ذرات صغيرة جدا من المية، وده بيساعد على تقليل امتصاص النبات لمحلول الرش الموجود على الأوراق. وسادس عامل معانا مهم جدا، ما ينفعش انك ترش النباتات أثناء وجود الندى في الصباح على الأوراق. لازم تنتظر حتى تطاير الندى من على أوراق النباتات، عشان ده بيقلل من كمية المية اللي فيها محلول الرش بتاعنا اللي بيجي على النباتات، وكمان بيقلل من حاجة اسمها التوتر السطحي، وده بيخلي ان المية او حبيبات المية بتعمل زي قطرات وبتبدأ تسقط على الارض والنبات ما بيستفادش بيها. وسابع عامل ان ما ينفعش ترش اثناء توقع او سقوط الامطار، لان الامطار هتعمل على غسيل محلول الرش الموجود على الاوراق وهينزل على الأرض والنبات مش هيستفيد منه. ولو حضرتك عاوز معلومات أكتر عن الرش الورقي، أنا كنت عامل فيديو هسيب لك الرابط بتاعه هنا تقدر تشوفه، وياريت ما تنساش تعمل لنا إعجاب لو عجبك الفيديو وتشترك في القناة عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.